يا عم روح. خد يا بنت، راح فين؟ راح الشغل، عندك مانع؟ ماشي، بس على الله تتأخري فيستو ثانية عن مواقيت العمل الرسمية، هطب عليكي في أي لحظة، وهشوف يا أنا يا أنتي يا عاشقة البوتاجاز. خلاص انسى الشهر، أنا هجوز البنت عند أول عريس يجيلها. يلا امشي. يما عشان خاطري اديله كمان أسبوع. أسبوع إيه؟ وأنا نازل إجازة من الجيش، ما أنتوا عارفين ظروفي. ظروفك إيه؟ ظروفك إيه؟ ما أنت برضه عارف ظروفنا. أنا صبرت عليك كل ده عشان خاطر المرحوم أمك، صحيح ما كنتش بقبلها، بس أهو أنا كنت براعي ضميري عشان ما أكسرش قلب بنتي اللي تنيل وحبك. أنا لسه بحبها يا غالي. لسه حبك برضه. يلا امشي يا واد من هنا، امشي. مش عارف اعطل فيكي، كنت هتجنن. قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده، الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا هثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده قضيه. يا ليل يا ليل يا ليل. صوتك حلو بس منظرك عار. نظيفه قوي يا سعاده الباشا. انا اذا كان عليا اجوزها لك وقتي في التو واللحظه، بس انت عارف يعني ابقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، ان احنا ناخد راي البت وكده. طبعا طبعا، انا بس نفسي اقنعها بموضوع ان مش هقدر اعمل فرح عشان انت عارف ظروفي الخاصه، انما انا اجيب لها شقه غير انها تحت امركم في اي طلبات ماديه. عيب يا دكتور، ما تقولش كده، احنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس. احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزي لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو يا بنت ده دكتور، وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بستريحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو هحسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقول لك ده دكتور، دكتور. هو انا عيني عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب؟ البوتاجاز ابو عينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك
ده هيتجوز اعرف فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والراجل عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي، يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما. لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند وايف. خلاص ربنا سال حاحا عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحا؟ اتجوزت رقاصه؟ اسمها فنانه استعراضيه. ربنا يخليك ليا يا حاحا. لعلمك انا ست في امتحانات فرقه رضا. بصي بقى حلاوه شمسينا. من يومك وعندك ميول تبقى وراني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، ده انا اشرف منك يا ممرضه، يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير عيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت، من الاخر كده انا راجل سافر ومنحط ودول، وروح يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحق وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي، بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت ميسر رقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك يا نار اخر. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى يا عمي. بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي، ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي عمي ماشي. بقولك ايه، اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحة دي، تمثيلية تمثيلية عشان نغيظها بيها. ماشي، ومش هنسالك وقفتك جنبي يا ميسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا، بجملة الجمايل يا اختي تنيل. انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى، بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بصي النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك ايه يا ميسه، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي، ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحا اخويا صحيح، بس احنا ولايه زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي، تكير وانت جايه. ايوه يا باشا، عايزه ابلغ عن قضيه تعارض. بس بقى، طب بتوريني مكان التطعيم بس. انت نايمه مع واحد عنده كوليرا؟
مش عايزة اشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى. بوسة. نقطها بوسة. نقطها يا حبيبي. نقطها يا عينيا ببوسة وطفيها. طفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اولع عليه دلوقتي. ما صدقتيني. يا سامي يا صدقيني انت تصدقي ان انا اتجوز واحده زي دي؟ مالي دي يا روح امك وحياه امي لا نورياك. انا هوصي عليك بلطجيه مصر كلها لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي يا ناس اشهدوا. الراجل الذكر ما عملش حاجه ليك الدخله. ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحياة أبوك ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية! 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 استنى سامي حوالي كده بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا. انا بلغ عنك البوليس يا حاها. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعاده البيه ارجوك تفهمني دي كانت جلسه علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفه جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسه. طب وشرفك يا سعاده البيه انا ما لمستها. انا ما انكرش ان كنت ناوي انهم